طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين بقى نقطع البلان بروفايل. اول حاجه بنبتدي بيها البروفايل، هنيجي الاول كده ايه نقطع البروفايل على مسافات ما تزيدش عن 750 متر وما ايه ما اقطعش فيرتيكال كيرف. فارسم خط راس كده في بدايه البروفايل واخد منه مثلا اوفست 750 متر، تمام. وابتدي ايه هقسم بقى البروفايل بتاعي كده، بس بحيث ان انا ايه بحيث ان انا ما اقطعش في فيرتيكال كيرف. لو قطعت فيرتيكال كيرف اقلل المسافات شويه، مش لازم ايه مش لازم 750، ممكن اقل بس ما ينفعش اكتر. طيب هاجي بعد كده اخد بقى البروفايل ده كده، مجرد بص انا عملت ايه، مع مجرد اخترت اللي هو الخط الازرق ده بس كده، واخده كده ايه كوبي سي او انتر من اي نقطه هنا لاي نقطه تحت. طيب اعمل نفس البروفايل اهو، خدت كوبي منه. هقول مثلا انا عايز اول واحده من 0 ل 750، هقول كده بروفايل فيو بروجرز، هاجي كده اقول له هنا في الانفورميشن بتاعتك الستايل بتاعك بسكيل 1 لـ 1000، والباند هقول له امبورت باند سيت واخليها برضه بسكيل 1 لـ 1000، اوكي. وهخلي تالت واحده دي ديزاين ليفل، اقول له اوكي. رسم هو كده الايه البروفايل، بس بقى ستيشن اللي هي كل 20 متر. هتيجي على البروفايل بتاعك ده كده، اختاره، تعمل كليك يمين تقول له اديت ليبلز، بعدين امبورت ليبل سيت تخليها برضه اللي هي بسكيل 1 لـ 1000، اوكي. ممكن اجي مع البروفايل فيو بروبرتس بتاعتي كده، اجي في الستيشن اقول له مثلا انا عايز من ستيشن 0 لغايه ستيشن 750، اقول له اوكي. تمام، خلاص عمل لك مثلا هنا كده من 0 لغايه 750. طيب نفس الكلام الاليفيجنز، انت مش محتاج كل المسافات اللي فوق دي، تمام. فانا هقول مثلا ايه الاليفيجن بتاعي مثلا من 530 لغايه 555، اجي كده في الديفيجنز اقول له من 530 مثلا لغاية 555، تمام. طيب هتيجي بعد كده هتبتدي بقى تاخد، انا عايز اخد كادر كده عشان ابتدي احط فيه البلان بروفايل، فاخد كده ايه المستطيل بتاعي كده بالاسامي وكل الحاجات دي، تمام. ممكن اخدها كده كوبي، وده هنا كده في اي حته بره. دي دلوقتي بسكيل 1 لـ 10000، هسكنها اخليها بسكيل ايه 1 لـ 1000، اس سي انتر واضربها في بوينت 1. طيب هاخد الكلام ده بقى كده موف، طيب. انا يهمني المستطيل اللي هرسم فيه اللي هو المستطيل ده، لو عملت ريكتانجل كده هو ده الريكتانجل ايه ده الريكتانجل اللي يهمني. هاخد الريكتانجل ده كده بره موف. الريكتانجل ده هبتدي اقسمه بقى، ممكن تقسمه كده ايه تلت وتلتين، ممكن عادي بالنظر كده لو عايز ممكن تقسمه ايه تلت كده وتلتين، تخلي يبقى عندك الجزء اللي فوق ده هنعمل فيه البلان والجزء اللي تحت هنعمل فيه البروفايل. هرسم بقى مستطيل تاني على قد المسافة بتاعت البروفايل، واخده كده بره موف بره اهو. طيب واخد برضو مستطيل على قد الايه على قد البلان، واخده كده موف بره برضو. يبقى انا هحط البروفايل هنا والبلان هنا. طيب الاول خلينا في البروفايل، هبص كده على المستطيل ده، ناخده كده موف هوديه على البروفايل. طيب نفرض ان انا لقيت مثلا البروفايل كده ايه مش مكفي في المستطيل، طيب هبتدي اعمل ايه؟ ممكن ابتدي افصل الديتم بتاعي. بمعنى ايه؟ انا ممكن مثلا هنا كده اجي عند مثلا النص مثلا هنا كده، او يعني هنا البروفايل خرج بره بره الكادر بتاعي، فانا ممكن افصل الديتم بتاعي. يعني بمعنى ايه؟ انا هاجي مثلا كده لغايه الجزء ده كده، اخلي الديتم بتاعي 550 مثلا لغاية ستيشن 340 مثلا، او 300 او لغاية 360 مثلا، تمام. هخلي الديتم بتاعي هو ايه 550، او هخلي اخر البروفايل بتاعي 550 والديتم بتاعي زي ما هو 530. طيب هاجي مثلا هنا كده، لا هنا ممكن انزل ايه ممكن انزل الديتم بتاعي شوية،
تمام. طيب هبص مثلا كده عند ستيشن مثلا دي كام، 520. ممكن مثلا عند ستيشن 520 لا الداتا بينزل، بدل ما الداتا كان يعني هنا الداتا عند 520 عند النقطة دي كده، الداتا ممكن يبقى كام، ممكن يبقى 535 مثلا، 540، 540 كده اول مثلا ستيشن 500، ممكن اخليه 540. طيب فانا هقول له كده عند ستيشن 500 خلي الداتا بتاعك 540، هقول له كده بروفايل فيو بروبرز، هاجي اعمل سبليت بروفايل فيو والمانيوال، هقول له كده عند ستيشن 0 كانت كام، كانت 530. طيب هقول له اد بعد كده عند ستيشن 500 الداتا بتاعك كان 540 تمام، واختار برضه هنا ايه الستايلات بتاعتي اللي هي سكيل 1 لـ 1000، واخلي هنا الهايت ده 20. اوكي هتلاقي اهو قطع البروفايل، ايه ظبط البروفايل بتاعك اهو، بقى هنا ايه ديتم 540 وهنا ديتم تاني. طيب كده انت خلصت الايه، خلصنا البروفايل. الخطوة بقى اللي بعد كده طيب الخطوة اللي بعد كده ان انا هبتدي ايه، هبتدي اقطع البلان. طيب عشان ابتدي اقطع البلان اول حاجة هاجي اعملها هنا كده، هنزل الكيرفات على البلان او هنزل الداتا بتاعت الكيرفات على البلان. هعمل كده ايه، اختار كده lines and curves، add line curve label، ممكن اختار كده multiple segment، نيجي نختار مثلا الكيرف ده كده، خلاص كتب لك الداتا بتاعت الكيرف ده عليه تمام. طيب هتيجي بعد كده، خلاص انا كتبت كده الداتا بتاعت الكيرف، طيب وهي دي اللي انا عايزها مثلا. طيب خلاص تعالى بعد كده بقى نعمل اكسبورت، اعمل كده فايل اكسبورت، اكسبورت اوتوكاد، سمي اي حاجة اكاد مثلا، سيف سوري سميه مثلا اكاد، ده مثلا بلان بروفايل مثلا، ده كده سميها بلان بروفايل، سيف. طيب هبتدي بقى خلاص هقفل الفايل ده كده، هروح على الفايل التاني بقى بتاع الايه الكاد، هفتح فايل الكاد بتاعي اللي هو كان بلان بروفايل ده تمام، وابتدي بقى اشتغل فايل الكاد ده. طيب هشتغل فيه ازاي، هبتدي اقطع البلان بتاعي. انا خلاص قطعنا البروفايلات كده الايه كل البروفايلات وظبطناها، لو عايزين نغير الداتا وظبطنا كل حاجة. طيب هبتدي بقى اظبط البلان. البلان انا محتاج احطه في الكادر ده كده، هاخد الكادر ده كده ايه كوبي كده وابتدي احطه على البلان. انا عايز مثلا يغطي اول 750 متر، فاجيبه كده ايه بحيث اتأكد ان هو مغطي 750 متر. بعد كده اللي بعده شوف برضه هيغطي قد ايه، يغطي يعني كل بلان يغطي مسافة قدام البروفايل بتاعه، حاجة زي كده مثلا. ممكن احطه مثلا هنا كده ايه، احطه كده مثلا، ممكن اعمل له روتيت عشان يمشي مثلا مع الطريق، روتيت من اللي موف مثلا كده. طيب باجي عند اماكن القطع وبرسم خط كده وبكتب عليه ماتش لاين، يعني مثلا انا ابتديت من زيرو لغايه 750، البروفايل اللي بعده هيبقى من 750 مثلا ل 1500، فهاجي كان عند كل خط قطع مثلا ده كده عند 750 مثلا هنا كده، هرسم خط لاين ايه، خط لاين مثلا ده 700 مثلا 750، ترسم خط ايه، ترسم مثلا خط قطع كده تمام. طيب والخط ده ممكن اعمل له بس اكستند كده لاخر الكادر، اعمل له اكستند تمام. والخط ده هيجي اكتب عليه كده ماتش لاين، يعني وده مجرد ايه زي خط الوصل كده المشترك بين ده وده تمام. طيب هاجي بعد كده ابتدي ايه افنش بقى لوحه البلان بتاعتي دي عادي خالص. كل اللي انا هعمله هكتب دايمنشن تمام، بس هظبط الاول الدايمنشن كلها، اخليها بتكست هايت 2.5، اكتب دي انتر،
ابتدي اظبط الدايمنشن كده بتاعتي، تكست هايت اخليه 2.5 طبعا، وحجم السهم ده ممكن اخليه 2 برضو. اوكي سيت كرنت كلوز. ممكن بقى تيجي تبتدي تكتب دايمنشن عادي خالص بقى كده، ايه زي ما كنا بنكتب قبل كده، تكتب بقى عروض الطريق بتاعتك. تمام، تبتدي تكتب بقى عرض الجزيرة مثلا، عايز تكتب عرض لو طبعا في شولدر تكتب العرض بتاعه، تكتب العرض مثلا لو في حتة من الرمب باينة ممكن تبين العرض بتاعه، مفيش مشكلة يعني تكتب كل الدايمنشن الموجودة قصادك. برضو دي اخد احركها بره كده عشان تبقى باينة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد ما نزلت الدايمنشن هنزل بقى، هستخدم بقى الليزبين عشان انزل الجريد، وانزل ايه احداثيات النقط. احداثيات النقط اللي تهمنا نستخدم الليزب بتاع الاحداثيات، بس هننزل بقى ايه نقط مثلا هنا اللي هي في بدايه التضييق مثلا. هنا ما عندناش كيرفات، فخلاص هتبقى هي نقطه بدايه التضييق ونقطه الايه تقاطع السنتر لاين مع السنتر لاين، غير كده مش هنحتاج نقط تاني. هننزل الليزب بس هنقول له ايه، هنقول له مثلا ابلود كده الليزب، اختار له كوردينيت تيبل. اوكي اوكي هقول هنا الامر اللي هو كوردينيت، التكست تايب بتاعي هيبقى 2.5 والستارت نمبر 1 مثلا والانترفال 1، وهتمشي بقى تختار النقط بتاعتك ايا كان بقى النقط، مثلا نقطة الانترسكشن دي تمام، وهكذا لغاية ما تخلص الايه، لغاية ما تخلص بقية النقط خلاص. طيب ونفس الكلام هعمل الليزب بتاع الجريد، بس هخلي بقى الايه، هخلي الجريد برضو التكست هايت 2.5. طيب الخطوه اللي بعد كده انت خلاص هتظبط كل البلانات على الشكل ده. لو بلان مثلا في كيرف داتا كده، خلاص هاخد الكيرف داتا دي كده موفها بره، ممكن مثلا ايه اشاور على الكيرف زي ما عملنا برضو في الايه، زي ما عملنا في الانترتشينج بالظبط. تمام، اشاور مثلا على الكيرف كده، يبقى دي الداتا بتاعت الكيرف. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هبتدي بقى انا عايز اطبع لوحه البلان والبروفايل، اطبعهم في لوحه واحده. فهختار ازاي؟ هاجي كده اقول له، هاخد الكادر ده كده واعمل له كده ايديت كوبي وسبيس بوينت، واختار اي نقطه جنبه اي نقطه، وهتروح على اللي اوت هنا، امسح الموجود في اللي اوت ده مش عايزه في حاجه، وتقول له كده ايديت بيست تو اوريجن بيست سوري، تختار اي نقطه تانية فاضيه يعني. بعدين هتبص بقى على الكادر. طيب محتاج برضو تجيب خط، محتاج تجيب سوري من الموديل، ترجع تاني على الموديل هنا، محتاج اجيب الشكل ده كده، هاخده برضو ايديت كوبي يوز بيس بوينت من النقطه دي مثلا، واروح على اللي اوت واعمل له كده ايديت سوري ايديت بيست، واختار ايه، اختار النقطه دي خلاص، عمل له كده بيست. هبتدي بقى اعمل فيو بورت، هعمل كده فيو فيو بورت وان فيو بورت، فيو بورت للبلان حسب بقى، كل مره هتعمل بقى الكلام ده حسب عدد التقطيع اللي عندك. طب عملت فيو بورت كده للبلان، طيب مثلا كان عندك البلان اللي هو المايل ده مثلا، انت المفروض طبعا هتاخد اول واحد ده بلان، وتحتيه هيبقى اول واحد بروفايل تحت هنا. تمام، طيب انا مثلا ايه هقول لك الصعب، لو هي حاجه مايله كده هتعملها ازاي؟ هتيجي تعدلها الاول، هتقول ايه، هتكتب كده امر يو سي اس يو سي اس انتر، بعدين اوبجكت او بي انتر، بعدين تختار الكورنر اللي فوق على الشمال ده، بعدين تقول له بلان انتر انتر، هتلاقي عدل اللوحه كلها كده على عدله الايه، عدله البلان ده خلاص. هتعمل بعد كده تعمل زوم عليه كده وتعمل زد انتر وتقول له اند انتر، وتختار الاند دي بتاعت المستطيل ده، بعد كده تختار الايه الاند التانية بتاعت المستطيل التاني، بعدين دبل كليك بره، بعدين تعمل تختار ده كده وتعمل ايه ديسبلاي لوجد يس. نفس الكلام تعمل تاني فيو بورت للبروفايل مثلا، هوم فيو بورت، اختار ايه الفيو بورت اللي تحت ده. اوكي دبل كليك جواه. طب لقيتها معوجة مثلا كده، خلاص هخليها ايه، لو لقيتها مثلا معوجة كده ممكن باجي اختار مثلا كده زد
انتر اند انتر واختار الاند دي كده تمام، بعدين اند انتر واختار ايه، واختار الاند التانية دي كده، بعدين دبل كليك بره، بعد كده اعمل ايه ديسبلاي لوجد يس. يبقى انا كده قفلت الايه كده. يبقى اللوحه دايما بيظهر فيها نص فوق بلين والنص التحتاني ايه بروفايل. طبعا انت هتقعد بقى تعمل الكلام ده كام مره، هتقعد تعمل الكلام ده بعدد مرات التقطيع، يعني اللوحه دي هيبقى عندك منها ايه 7 8 لوح مثلا تمام، كل مره الكادر بتاع البلان قصاد الايه قصاد الكادر بتاع البروفايل. والحاجات اللي هتنزل على البلان تنزل بقى دايمنشن، هتنزل احداثيات، هتنزل جريد، هتنزل اتجاه الشمال، بس كل حاجه تنزلها بتكست هايت كام 2.5 تمام. نفس الكلام الاستيشن دي لو ما كنتش مظبطها في فايل السيفل قبل ما تعمل اكسبورت تظبطها، تخليها ايه تخليها بستايل اللي هو 1 لـ 1000 تمام. طيب هتيجي بعد كده خلاص انت كده ايه عملت البلان، ممكن بقى تيجي تكتب كده على يعني انت عملت بلان سوري وعملت بروفايل، ممكن تيجي تكتب هنا بقى البروفايل كده ايه لو عندك اماكن تقاطع تكتب مكان التقاطع ده فين والاستيشن كام. ممكن تيجي تكتب هنا على كروس لوب تكتب كده ده مثلا ده السنتر لاين او ده الميديان ايدج وده كده الرايت ايدج والليفت ايدج، والكروس سلوب مثلا كان ناقص 2% لو في سوبر ريفيجن يتكتب. تيجي تكتب على البروفايل ان انت خلاص انت ممكن مثلا لو عندك حاجات زياده زي كده مثلا ممكن تمسحها، خلاص حاجات زياده زي كده تمسحها. طبعا اي حاجه بتعدلها هنا بتبان ايه هتبان زي ما هي على طول في اللاي اوت تمام كده. طيب هنيجي بعد كده خلاص اللوحه بقى بتاعتنا تبقى كام لوحه حسب بقى عدد العدد اللي هنا 1 2 3 4 5 6 مثلا 8 لوح مثلا، يبقى عندي 8 لوح 8 بلان وايه وقصادهم تحتيهم يعني 8 بروفايل تمام.